السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كلشي بخير، لاباس عليكم؟ الصحه شي تعاودوا كيديري مع الوقت، ياك اموركم هانيين. اليوم ان شاء الله بينا نهضروا في واحد الموضوع اللي مهم جدا جدا. الناس اللي مقبلين بيدخلوا لامريكا في هاد الشهور المقبله ان شاء الله، مثلا شهر 8 شهر 9 شهر 11 الى اخره. الناس خرجت لهم قرعه داك العام وعاود خرج لهم الانترفيو هاد العام ودوزوا الانترفيو الحمد لله ودازت الامور كلها على خير ومستعدين باش يدخلوا دوزوا العيد الكبير. والاغلبيه غيكون بلانيفيو بحال هكا، غيكونوا دوزوا العيد الكبير، جلسوا حتى يدوزوا العيد الكبير عادي يجيو لهنايا. المهم مرحبا بكم ان شاء الله. انا غنعطيكم سبعه ديال الحوايج اللي غادي ينفعكم مزيان وخص ضروري تكون عارفهم قبل ما تدخل الميريكان وحتى ملي تدخل الميريكان. يلا الحاجه الاولى غادي نبدلوا من هنا نمشيو لواحد لقنطه اخر. المهم الحاجه الاولى اللي قلت لكم هي شحال خصك تدخل معاك ديال الفلوس فاش تكون جاي. عارف بانه راه ماشي الاغلبيه الناس غادي يكونوا متوفرين على القدر الكافي ديال المال باش يدخل معاه ولا والله يكون في الهواء، ولكن النصيحه اللي ننصحك بها اي واحد اللي كان جاي هو انه خصك تجي تعول على ما بين 900 الى 1500 دولار ديال الكرا شهريا. يعني ملي تكون جاي انت عول تجيب معاك على الاقل شهرين ثلاثة شهور، وانا ننصحك 3 شهور هي القليله جيبها معك. هذه هي كرا. اي واحد اللي كيدخل واخا بغيت تمشي عند شي واحد ما ديرش فيه الثقه 100%. انا ماشي تنقول لك هذاك السيد خايب، ولكن يقدر الله يكون في عونه يوقع شي مشكل وتولي خصك انت تضطر انه تبدل الكرا وتمشي لشي بلاصه ولا شي حاجه. داكشي علاش جيب معك فلوس الكرا. يعني واخا يقول لك مثلا جي شي واحد ونقسموا الكرا ولا شي حاجه، جيب انت معك المال الكافي باش تقدر تعزل الراسك الا بغيتي. وثانيا انه الاوراق ما تدخل ما ملي كتدوز من السي بي بي اللي هما بحال هكا الديوانه ديال الامريكان، ملي كتدوز عليهم عاد مورا واحد الشهر عاد كيوصلوك الاوراق للدار. يعني انت داك الشهر راه غادي تجلس فيه ما خدام ما داير والو، يعني خصك تجيب معاك الفلوس. ثاني حاجه ديال الفلوس اللي خصك تجيب معاك هو خصك تعول على ليوتيليتيز. هنا ليوتيليتيز هنا هي الماء، الضوء، ماشي الماء، قول الماء، اغلبيه الولايات ما تيخلصوش الماء، الضوء والغاز. هادو غادي تكون تلعب ما بين 50 دولار 70 دولار 100 دولار بيناتهم بجوج على حسب نتا والاستهلاك ديالك. الا كنتي كتستهلك بزاف عاوتاني راه هضره اخرى. بالنسبه للمصروف ديال الشهر، المصروف الشهري غادي تكون انت ديك الساعه فاش يلا غتكون دخلتي عول عاوتاني على واحد 500 دولار. راه غادي تصرف اكثر ولا تقدر تصرف اقل انت وكي تصرف انت وداك المصروف ديالك. واش كتاكل في الزنقه واش ما كتاكلش في الزنقه، واش غطيب واش غادي تجي تجلس مع شي حد الى اخره. واش بغيتي ما حدك تمشي لبلايص زوينين تيطلع الثمن، ما حدك تمشي لبلايص تيكونوا مخلطين بالكحلين وداك الشيء تكون صعيبه شويه، ولكن تيكون الكرا رخيص. هذا الشيء تيبان لي على الفلوس. يلا نبدلوا البلاصه ونقولوا الحاجه الثانيه. يلا نتوما واجدين. ثاني حاجه هي الحوايج. بالنسبه للحوايج ما تجيش متقل، ما عمرك تجي متقل من المغرب. تجيب معاك الحوايج بزاف وتمشي وتدا تشري الحوايج تما وداكشي. علاش؟ لانه اجي عندي بنا انت رجعتي انت. المهم قلت لك بالنسبه للحوايج، الحوايج ما طرفت لهمش الهم لانه وما ترفدش الهم ماشي طرفد دا. غادي تجي لهنا كاين واحد البلاصه، اسمحوا لي على الريح، كاين واحد البلاصه كيقول لها جود ويل. هنايا كاينه في الميريكان كامله، فين ما مشيتي غتلقى جود ويل. راه غادي تدبر على حوايج مزيانين، ماركات مزيانين باثمنه. متى ما انت تجبي تشري تيشيرت هنايا مارك دوريجين، متى ما انت تيشيرت في المغربي حشيه بحال ديك الحشيه اللي كانت داز داك النهار. المهم بالنسبه كي قلت لكم بالنسبه للحوايج ما ترفدوش لهم الهم، يعني ما تمشيش تقل راسك وتبدا تشري الحوايج. بالنسبه ليك، بالنسبه الا كانت عندك المراه الا عندك الدري الصغار، كلشي كاين في جود ويل ورخيص. وانا علاش تنقول جود ويل؟ انا لي سوء الحظ في هذه البلاد ملي غادي تجي راه بيولي العمل العمل العمل. يعني راه ماشي غتبقى ماشي بتبدا تشري حوايج اللي تلبس واعرين بتمشي بهم شي بلاصه، راه غادي تشريهم. ولكن كي قلت لكم انا انت يلا فاش غتجي تدخل البلاد، فاش غتدخل لامريكا، راه كاين الحل عندك هو انه تشري تيشيرت لا مارك مثلا،
تشري نورث فيس تيشيرت اللي زوين ولا شي حاجه وبغيت تقام عليك مثلا ب $5 $6 اللي التيشيرت نورمال مساوي 40 45 50 دولار $60 الى اخره. داكشي اللي قلت لكم جودويل فيهم بياسات زوينين وفيهم بالنسبه حتى الاتات مثلا تلقى طبلة كيتشن تيبل تلقى دريسر تلقى دراور تلقى الحوايج بزاف. حاجه واحده اللي ما عمرك تلقى الكاوتشات تلقى الفوتويات. حاجه واحده اللي ما عمرك تلقى هي الماتريس واخا ما نصحكش انا واخا كاع تلقاها ما تشريهاش من تما. والباد فريم حتى هي والسبرين بوكس هما هو داك اللي كيكون ضار على دابا تيكون الباد داك الباد فريم هو الاول عاد تكون سبرين بوكس اللي كنستعملو حنا تلقاها بلاصتهم في المغرب بالنسبه تحت المضربه. هذاك الشيء راه تقدر تلقاه في جودويل. الماتريس بوحدها اللي هي الماطلة هاديك بغيتي تشريها من بلاصه اخرى و تيكونوا غاليين شويه في هاد البلاد لان تيكونوا الجوده ديالهم زوينه. المهم هادشي اللي كاين بالنسبه للحوايج بالنسبه للاتات بالنسبه لكاع داكشي اللي غادي تحتاج موجود هنا. والرخاء جودويل نافعك الماركت بليس في الفيسبوك نافعينك. ما تغرقش راسك وما تقلش راسك ومني تكون جاي هنا داكشي اللي بغيتي ديبونسي في المغرب غتجي لهنا ديبونسي بحالو ولكن غادي تشري لي مارك مزيانين. المهم ندوزو قلنا سيدي الحاجه الاولى هي الفلوس. الحاجه الثانيه هي الملابس. الحاجه الثالثه هي الاتات. سمعتوا راه كاين هنا غير هنا في واحد البارك هو قريب هنا كيديروا كل ثلاث كيديروا فيه الجوق وداكشي تديروا جروب تما وداكشي. انا ما تمشيش بزاف داك التخربيق. المهم وشي نهار غنمشيو نديروا لايف نضحكوا نمشيو نصور لكم شي فيديو. المهم بالنسبه ل ندوزو للحاجه الرابعه دابا ياك ولا الثالثه راه هي الاتات. الرابعه يلا انتم معايا يلا نبدلو لا كنت عاود ثاني رجعنا لهنا. عرفتي علاش؟ لانه بغيت بدا تظلم الحال على برا وما عادش يبان لكم مزيان. تخرجوا واحد الشنجيده كاينه شنجيده بالتريني.